ألمانيا دكتور أكثم يبدو أنها أصبحت وكأنها تشعر بالاختناق، يعني تخوض حرب أكبر بكثير مما كانت تتصوره، وحجم الأعباء التي أصبحت ملقاة على عاتقها والضرر من جراء هذه الحرب أكبر بكثير مما كانت تتصوره. هل هذا في ذاته يمكن أن يشكل معطى ليحرك ألمانيا في اتجاه الحل السياسي؟ أكيد هذا معطى لألمانيا ولألمانيا داخل أوروبا بالمناسبة، وبالطبع لحلف شمال الأطلسي الناتو. الثمن غالي وغالي جدا، والسؤال بدأ يطرحه المواطن الأوروبي وحتى المواطن الأمريكي، هل يستحق الأمر مثل هذا الثمن؟ بغض النظر مرة أخرى عن التقييم الآن والشعارات التي يرفعها هذا الطرف أو ذاك، هل هذا الثمن معقول لمثل هذه التطورات السياسية؟ هل أوكرانيا، يتساءل البعض في ألمانيا حتى في الإعلام، باتت جزءا من الناتو؟ في أمريكا يتساءل حتى بعض النواب في مجلس النواب، هل أوكرانيا هي الولاية الأمريكية الجديدة التي لم نسمع بها؟ إذن هناك دائما طبعا عملية موازنة للأهداف القصوى التي تريد دولة أو تحالف ما تحقيقها من جهة تحقيقها، وللثمن الذي يتم دفعه مقابل ذلك. نجحت موسكو على ما أعتقد في الفترة الماضية في إبراز أن الثمن مرتفع جدا، وأن الثمن يرتفع بشكل طردي كلما زاد الزمن. كما ذكر الضيف الكريم من موسكو، كان في البداية هناك أفكار معينة حول استقلال الجمهوريات، الحكم الذاتي، ثم وصل الأمر إلى الضم الكامل، الآن وصل إلى ضرب البنية التحتية الأوكرانية. رسالة موسكو أعتقد للغرب أن الأمر سيزداد سوءا ما دام هناك تشدد غربي في التعامل مع الحقائق الجديدة. ربما هذه هي المعادلة التي وضعتها لنفسها موسكو.